السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله سلسلة مهارات الصياغة القانونية، شغل عملي. نريد أن نقترب يعني كثيرا من هذه الصياغة ومن مهاراتها، وطبعا لن نستطيع أن نلم بها في هذه الدورة الصغيرة في هذه السلسلة القليلة، ولكن يعني ما لا يدرك كله فلا يترك جله. فلنبدأ على بركة الله. مهارات الصياغة القانونية، الصياغة كما قال العلماء يعني هي تخليق، إنشاء، شيء تحبكه، شيء تنسجه. أرأيتم النسج والنسيج؟ كلما جاد المنسوج كلما كان كأنما هو طبيعي. الصياغة القانونية أسميناها صناعة، صناعة، صنعة، واحد كده صنعته صائغ قانوني. هذا الصائغ ما حقيبته؟ الشنطة بتاعته، شنطة الصياغة. حقيبة الصياغة القانونية أو شنطة الصياغة القانونية فيها أشياء. أول شيء يعني فيها تصور، مفاتيح، منهج، في منهجية لفتح هذه الصياغة. فحتى تفتح هذه الحقيبة أو تلك الشنطة، شنطة الصياغة اللي فيها العدة والآلات هذه، لابد أن يكون لديك قود أو منهج أو رؤية. هذا المنهج هو منهج الصياغة. ما منهج الصياغة؟ منهج الصياغة اسمه منهج استقرائي، بمعنى أنني أخذ المادة الأولية للصياغة، تلك المعطيات، الأشياء التي يريد أصحابها أن نصوغها لهم، أيا كان هؤلاء الأصحاب، أيا كانت هذه الجهة التي ستعطيك المادة الأولية، سواء كانت سلطة عامة تريد أن تعرض وتطرح مشروع قانون مثلا على البرلمان، أو كان قاضيا يريد أن يصوغ ويحوك حكما، أو كان هذا الذي سيعطيك المادة متعاقدون أو متعاقدان أيا كانوا. فهذه المادة الأولية حتى تحوكها وتصوغها لابد لك من رؤية حتى تفتح. دي أول خطوة في الحقيبة وفي شنطة الصياغة. هذه الرؤية تسمى استقرائية. يعني استقرائية؟ يعني أستقرئ وأخذ منهم من هذه الجهة كل معطياتها وكل موادها الأولية، المواد الخام التي سأصوغ منها وأنطلق عنها. فلابد أن أستقرئ. أستقرئ يعني نريد توضيح، يعني أريد أن أخذ منه كل الأفكار، اسم الموضوع العام، ولو استطعت أن تأخذ الموضوع الجزئي ولو كان متعاقدين، خذ منه كل الالتزامات، وخذ منه وصف العين، وخذ منه ماذا يريد هذا الطرف وماذا يريد هذا الطرف، هذا بعد الإثباتات والإيه والأشياء الشخصية والورق والعقود وتسلسل العقد، كل شيء. هذا يسمى الاستقراء، يعني تبالغ وتغالي في جمع وفي حصر وجذب وأخذ كل ما لديهم. فالاستقراء هو منهج علمي يبدأ من الظواهر البسيطة، ثم أجمع هذه الظواهر، ثم أصنف هذه الظواهر، ثم بعد ذلك يعني أركب منها قانون كلي إلى غير ذلك. وهذا المنهج يسمى في العلوم الإنسانية يسمى المنهج التأصيلي، وفي العلوم القانونية يسمى المنهج التأصيلي أيضا أو المنهج الاستقرائي. أما في العلوم الطبيعية يسمى المنهج التجريبي أو الإمبريقي، يعني منهج واقعي يتعامل مع الوقائع، مع المواد، مع الأشياء الوضعية، يعني الموضوع التي لها أثر ويمكن تناولها والتفاعل معها. إذن هذا بالنسبة للمنهج. منهجنا الرؤية، أول ما سنفتح هذه الشنطة منهجنا استقرائي، يعني ما فيش فكرة عامة، لا تعطيني فكرة عامة، اجمع كل شيء، قمش قمش قمش، يعني كأنه قطعة القماش تجمع كل شيء، وهذا المصطلح سنحتاجه في الصياغة. وهذا المنهج الاستقرائي بعد أن جمعت وأخذت وصنفت ورتبت وأريد أن أقف على المتشابهات حتى أركب منها بنيان، يعني بدأت من الأقل إلى الأعلى حتى أركب بنيان، وبنياني هي تلك القواعد التي سأصوغها أو تلك الالتزامات التي سأصوغها إن كان المصوغ عقدا، أو قواعد قانونية إن كان المصوغ نصا، وفقرات ومسببات وصياغة جلية ناصعة نقية إن كان المصوغ حكما، إلى غير ذلك من أنواع المصوغات الخمس التي سبق أن ذكرناها. إذن نحن استعملنا المنهج الرؤية الاستقرائية أو المنهج التأصيلي، هذه هي الخطوة الأولى. أيضا مع هذا المنهج لدينا منهج يسمى المنهج الوصفي. يعني يعني أصف الأشياء على ما هي عليه. إياك أن تجمل، إياك أن تحسن، ما عليك إلا أن تسبك وتصوغ وتركب وتبني من نفس المادة التي أخذتها. خلق مادة جديدة قصارى ما لديك، يعني أن تحبكها
وأن تضع بعض الألفاظ والدالات اللغوية والتراكيب اللغوية حتى يحسن بنيانك وحتى تفهم دلالة المصوغ. فرأس مالك هي تلك المادة الأولية التي أعطاها إياك، تلك الجهة التي تريد الصياغة أيا كانت هذه الجهة كما قلنا. وأيضا من الاستقراء أن تسألهم الموضوع، ما عنوان هذا الموضوع الذي تريدونه؟ اسمع منهم واكتب وسجل عنهم. طيب هل هناك أفكار جزئية لهذا الموضوع؟ طيب هل هناك بعد تاريخي أو سياقي أو الظروف لهذا الموضوع؟ طيب هل هناك غاية؟ غايتكم من هذا الموضوع ماذا؟ الهدف. وأنت برويتك وبذكائك وبحرصك وبمنهجك الاستقرائي الأول تجمع كل هذه المعطيات، ولابد أن يعني تكتبها جميعا وتضعها في ورقة واحدة لتراها كلها مرة واحدة. خذ هذه المهارات وتلك الخبرات. أنا شخصيا يعني عندما أخذ معطيات أولية لا أكتبها يعني على اللاب على طول أو أكتبها في فايل، لا أنا أكتبها يدويا، يدويا أفضل. أنا أخذها فأكتبها على عدة أوراق، وهذه الأوراق تكون ماثلة أمامي، أكثر النظر فيها، أديم النظر فيها، أمعن وأنعم النظر حتى يعني تستوي في ذهني. صدقني عندما ترى المادة الأولية ستأتي لك تراكيب وأفكار. سجل هذه الأفكار مباشرة، سجل واكتب الملاحظات. منهج استقراء كلنا المادة الأولية تكون شتاتا، لا يشترط أن تكون مترابطة، أنت كلما لاحظت كلما استقرأت كلما صنفت كلما أودعت هذا وذلك ويريدون كذا وكذا وأهم شيء الطرف كذا وموكلي يريد كذا أو الدولة تريد في مشروع قانونها أن تركز على كذا، الحكم جوهره كذا، تسبيب الحكم كذا، القاضي يريد أن يكون الحكم رادعا، يريد أن يكون الحكم زاعقا مع البعد القانوني، القاضي يريد أن يكون الحكم خفيفا لكي يتأثر كذا، يعني أشياء وحيثيات كثيرة. خذها والتهمها وضعها وصنفها بناء على استقرائك. هذا هو التوظيف الحقيقي للمنهج الاستقرائي، على أن يكون استقراء وصفيا. الوصف بالمناسبة ليس منهجا مستقلا، فالوصف هذا يعني منهج يدخل في كل المناهج العلمية، هذا بالنسبة للوصف. أيضا من المناهج نستخدم منهجا يسمى المنهج المقارن. إيه المنهج المقارن؟ طبعا منهج معروف أني أقارن فكرة بفكرة، ظاهرة بظاهرة، مصادق بمصادق، مفهوم بمفهوم، بنيان ببنيان. أنت فيما تقارن؟ أنت تأخذ منه، تقارن مع نفسك، تعطي هذا الافتراض وتعطي هذا الافتراض، تقارن هذا بذلك. ولا بأس أن تأتي بشيء مشاكل أو مناظر أو قريب وتقارن ما بينهما لتقف على الأولى والأقوى والأجدى والأهدى والأندى والأعظم لك لتستلهمه وتصوغه. لا بأس، لا علي. إذن أنت تقارن مع نفسك، تعطي افتراض وتعطي افتراض هنا، ويكون المنهج مقارنا أو مقارنا يعني ذاتيا بافتراضاتك، أو يكون مقارنا بنظير وشبيه وسابق أو لاحق، أيا كان هذا الأمر. فإذا منهجنا هو منهج استقرائي، هو منهج وصفي، هو منهج مقارن. هذا بالنسبة للمنهج، وإلى الآن لم نفتح الحقيبة، ولكن هذه هي الرؤية، هذا هو القود الأول الذي نريد أن نفتح به الحقيبة.